إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الأمعاء الخليظة التقرحية عند بعض المرضى. طبعا المرضى الذين يعانون من التهاب الأمعاء التقرحي تقريبا لفترة 8 سنوات وأكثر هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السرطان الأمعاء الخليظة. لذلك ينبغي التحدث مع الطبيب المعالج بحال الشك بوجود حاجة إلى إجراء فحوصات مبكرة للكشف عن سرطان الأمعاء. فمثلا هذه الفحوصات تساعد على اكتشاف أورام سرطانية في مراحلها المبكرة، وعندها يمكن معالجتها بنجاح وسهولة نسبيا، يعني تقريبا في هذا المرض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.